لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، بل إلى الأسوأ تماما. أزمة المياه في النجف تواصل التفاقم يوما بعد آخر، بل ويتعدى تهديد شح المياه إلى النجفيين في بيوتهم بعد انقطاع متكرر لمياه الإسالة والشرب بسبب استمرار انخفاض مناسيب نهر الفرات. احنا جايين نعكس علينا سلبا موضوع انخفاض المناسيب، خصوصا ده يأثر بشكل اكثر بنهايات الانهر اللي بداخل حدود النجف، قضاء المشخاب وناحية القادسية. اذا انخفضت وانحسرت مياه الانهر احنا راح نكون مضطرين الى انه نمدد مواقع السحب باتجاه يعني المياه وين ما راح تكون، فهو هم راح يكون فد عائق كبير، يعني راح تحتاج مبالغ طائلة وتحتاج وقت. هذا أعتقد بأنه راح يشكل مشكلة أو خطر على الأمن المائي بالنسبة لنا كمواطنين، وبالتالي هذا الموضوع تتحمل الحكومة بالدرجة الأساس باعتبار هي المسؤولة عن هذا الموضوع، اللي لحد الآن ما شفناها أن اتخذت أي خطوة باتجاه الدول المتشاطئة من العراق. حرب مياه لم تهدأ طبولها بعد، ولا صوت يسمع للفلاحين أو للمواطنين على حد سواء في النجف، فسر الحياة بات يتلاشى نحو التبخر. أما نار الأضرار من هذه الأزمة فتتواصل بزحفها إلى بيوت الأهالي بعد أن كانت تكوي المزارعين فقط. كل ما انخفضت هذه الواردات وانخفض المستوى الخزني في مياهنا وسدودنا سيؤثر على إقرار خطة متكاملة. لذلك هذا العام، هذا الموسم الشتوي، الموسم الحنطة، أصبحت الخطة 50% بدل 100% بسبب قلة الواردات المائية. قلة الخطة الزراعية، المواطن يتضرر من خلال يعني نقصان الخطة الزراعية، بالتالي لا يستطيع زراعة أرضه بالكامل، ولذلك يكون عليه الالتزام بنسبة التخفيض. ويتساءل النجفيون عن مصير مياه مجهول يهدد وجودهم مع أراضيهم، فمناسيب نهر الفرات المغذي لمحافظتهم آخذ بالاتساع، ولا حلول يروها في نفق ما زال معتما وفق وصفهم. الأمر متروك للسماء، أمل النجفيين للخلاص من أزمة شح المياه، أزمة تؤرق الصغير والكبير، وهم يرون هذه المياه تتناقص تدريجيا دون القدرة على فعل شيء. من النجف، محمد رزاق، التغيير.